لا هو متكون وقتها، هاو زين نقول لك، وهذا مشكل كبير. انا حتى الاطارات اللي خرجوا في الثمانينات وخرجوا في بعد هم في التسعينات وكل نفسهم حتى كي خرجوا من الاكاديمي مانيش عارف، ما عندهمش مشاريع نتاع الرؤيه، ما عملوا استاجات لبرا وشافوا، والا هما تقام عملوا تقارير لكن الدوله ما تسمع، الوزاره ما رن خطهم التقارير وكذا وشنو في تطوير جهاز الامن في تجهيزه في كذا، نتحق لانهم شباب تونس ونتحق اللي عملوا تقارير باش يوري. لكن الوزاره ما خذاش بعين الاعتبار لانه قبل كان اسم الزين هو اللي يحكم، اسم الزين المنتشر في الجمهوريه هو اللي يحكم، بحيث اصبح تو جهاز تصور البوليس يلوج يكون يحميه، ايش معناها؟ لانه ماهوش متكون. انا شفت في وول ستريت دارنيير ما وقعت معناها اعتصامات قدام في وول ستريت في امريكا، معناها كي يصدر حكم باخلال المكان هما 150 و 160 رقبه هبطوا 25 بوليس كتفوهم الكل. شو يوريك التكوين والتجهيز تاع البوليس قداش عنده دخل؟ احنا ما عندناش اعوان تعبين، اعوان حتى كي تشوفهم واقفين ما تحترمهمش، ما تحترمهمش، ما يبعثوش على الاحترام، معناها ياسر كبير، ما ثماش انضباط، فهمتي؟ وانا هذا سلك معروف، يلزمو مده باش يقف على ساقيه، يعد هيكله والتجهيزات وكذا، معناها باش صحيح صحيح مش امن في خدمه إيه، بارك الله فيك، ويلزمو يفهم العون اللي ثم لارميغال يسميوه، لارميغال مديت يدك نمد يدي، مديت لي عصا نمد عصا، مديت لي فرد نمد فرد، بارك الله فيك. الشاب لور علاش يلوج في الحرقة؟ علاش يلوج باش يمشي لبلاد ماهيش بلاده باش يسكن فيها ولا باش يعيش فيها؟ أما خير يعيش في بلاده ويحسن من المنتوج نتاع بلاده ويحسن من يحسن من روحه ويعمل عائلة في بلاده ويكون صغاره في بلاده وكيك بلاده تتطور وكل شيء. وعلاش انا حسب رايي بالنسبه لي انا الحرقه ماهيش حل، ماهوش هدف، معناها كونه يعيش بالقدية. حتى لو كان احنا كي نشوفوا نعملوا ستاتستيك فور اكزومبل للشباب اللي حارق البرة، تشوفوا تلقاو 80% من الشباب اللي حارق معناها ملوح في الكياس، عايش ماهوش عيشه باهيه. نتصور انا كان يعيش لهنا في بلاده ويقعد رايد في بلاده وكل شيء، نتصور خير، حتى ما يخدمش ما يسالش، ما يلو ولا ما يخدم، ما يلو ولا ما يتطور. اما كمان لازم زاد المسؤولين والناس اللي قاعده تحكم لهنا والناس اللي شاده معناها الادارات والناس اللي شاده اللي كادر الكبار لازم يغزروا الحكايه هذه، معناها يشوفوا كونه الشاب هذاك لازم يعيش في بلاده، لازم يخدم في بلاده، لازم يعطي لبلاده هذاك التشجيع غير مباشر معناها باش يخرج لبرا. هذه مشكله الحرقه مشكله كبيره ومشكله كبيره برشا، لازمنا نشوفوا لها حل، والناس الكل لازم تشوف حل، مش حتى من العائله، من الحالات الاجتماعيه للحالات من العائله، نبداو نشوف من البو من الام من 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 الاساتذه من المعلمين من الليكاد الكبار من وزير من رئيس، الناس الكل لازم تشوف حل للظاهرة هذه اللي معناها كثرت في الوقت هذا. أنا بار اكزومبل نسكن في قربة 90% من شباب قربة حرقوا، ما عادش فما شباب في قربة، ما عادش فما شباب مثلا في قريبة المناطق الساحلية الموجودة معناها في على البحر وكل شيء. أول ما يخمم حتى قاعد في قهوة يحكي هو صاحبه، أول ما يخمم باش يحرق، ما يخممش معناها باش يقرا وباش ينتج وباش يخدم من بعد وباش، لا يخمم باش يحرق، يخمم في ايطاليا يشوفها ايطاليا معناها حاجه ماهيش عاديه، معناها بلاد غير عادي، وكي يمشي الغادي يندم يقول يا ريتني لحرقت يا ريتني لعملت. تصور انت معناها يشق البحر كامل، البحر معناها هذا موت، انا حسب رايي عمليه انتحار، معناها يتحدى معناها البحر ويخلي عائلته ويخلي امه ويخلي ابوه ويخلي اصحابه ويخلي اخواته ويخلي كل شيء باش يحرق، على خاطر هو واخو ايطاليا هي المنقذ اللي هو هي اللي معناها اش تبدل له عيشته اش تبدل له حياته اش توصلوا الاهداف اللي هو يحب عليها، اللي هو الاهداف نتاع الشاب، اي شاب تونسي اهداف معقوله، معناها انا حسب رايي معناها الهدف نتاعه كونه يخدم، الهدف نتاعه كونه يعمل عائله صغيره، الهدف نتاعه كونه يمشي في مسار باهي، على خاطر احنا كان نوفروا له الاهداف هذيا، ما نصورش كان الشاب التونسي يقول لا انا نحب نمشي نحرق.
إذا كان الشاب التونسي توفر له معناها العمل والخدمة وتوفر له تكون العائلة معناها باهية وكل شيء، هذاك بطريقة غير مباشرة شيعطي حاجات بوزيتيف للبلاد، معناها ماهوش باش يعطي حاجات نيجاتيف للبلاد، معناها الشاب هو اللي شي يحسن من 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 المعيشة، شي يحسن من البلاد، شي يطور من بلاده، على خاطر هو ما إله إلا تونسي، والتونسي لازم يعيش في بلاده. أنا حسب رأيي التونسي تربى على بيبو بادو، على رافائيل كارا، على لورتا جوجي، على عين ما غير شك، لا معناها يشوف، معناها يشوف في الـ في الايماج، يشوف في الكاليتي، يشوف في الابداع، يشوف كذا، فهمني. التونسي راهو تربى على الارتسيين نتاع السبعينات والثمانينات، راهو التونسي تعلم الشانسون تيكس نتاع سنافور وبراسانس ومستكي وبريل وكل، فهمني. دونك تجي توا هكا معناها تعديله في نابورت كوا في الترفزه، فهمني. التونسي راهو شاف برشا سينما في السبعينات، برشا سينما راهو عليه التلفزة خاصة التلفزة كلنا، مش على التلفزة ذيك، فهمني. ما عرفوش التونسي التلفزة تحسن معناها من الإبداع وكليك، فهمني، وتجيب مبدعين وفهمني، وتجيب ناس أخرى معناها بروفيسيونال تخلصهم بالقداء وكليك يخدموا على روح. هل يعقل معناها التلفزة التونسية مزيد تعدي في ماريشال عمار؟ مش معقول، مثل ماشي اجتهاد، مش قلة إمكانيات، ثم اجتهاد فاخذ شريعتي. قبل كانوا معشنا الصحفيين ولا شو يسميهم، فهمني، كانوا مع الفنانين ومع الكورجية وكلك، منو هالفنانين وهالكورجية بعدت وكلك، يزم الفضاء ذي عبيو باش عبوا بالسياسيين، والسياسيين ما كتعرف هذا يلقى كاميرا ولا يلقى ميكرو يقول مني إزاز. مشيت وفد من النقابة وقت التأزمة الموقع وكذا، وشو تبحث مع الحكومة هذه موجود في الأخبار، نقيبة السسمة ومعها زوز أخرين، وخرجوا مقتنعين على أساس أنه مشان عندهم برامج مش يمشيوا فيه. كي مشاو للنقابة، كي مغدوا شوف الأخبار، إجماع في النقابة احتجوا عليهم هما وردوهم معناها كيف الضعاف وكيفاش معناها وافقوا الحكومة عليه تضرب في النقابة. صار كي مشيتوا تم خذوا رأي متاع النقابة تاع زملائكم، كي تو كي مشيتوا تفاوضوا مع الحكومة على أساس كي ترجعوا مغادي يجي زيد معناها هذا تبع النقابة كذا، وشو شوف مولاتهم كلهم مولات. أنا تو برنامج مثلا السياسة شو معش في الإذاعة الوطنية يقدموا في واحد عضو في نادي تونس معناها كل ملف هو موجود معناها غادي الآخر، ثم اسمه زاد شو اسمه نتاع اللي كان في إذاعة في التلفزة الوطنية وتو في شو اسمه في نسمة زاد القناة الحرورية معناها تعيد باش عرفتهم ما نشوفناهم قاعدين في المنصة الشرفية. تو كنت جيني هدي تقدم لي برنامج وأنا شفتك منصة شرفية مع نادي تونس، سا مش نعرف رايك معناها من الأول شنو معناها تقول أنت صحافة مش محايدة أبدا والله. إحنا في العالم صدقني صدقني لا 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 هما أحرار هما أحرار ولكن أنا كمواطن نحب ثم شنو أنت ترميله كصحفي، كم مش كصحفي كنقابة صحفيين، كنقابة صحفيين شنو الاتجاه؟ كل الناس تحبوا سيطروا على الإعلام حتى الأحزاب. أخي شكري أبو العيد كل يوم أنا نشوف فيه واحد كل علاش وخايفين منه، نار كل الرجل يهدد فيهم ونعمل ندو صحفي شهر نعمل مدير، فهمتي؟ غيره أنا مو المشكل إلا كونه ما لو كان جاتنا نقابة صحفيين بالحق، هو ثم مجلس صحفي، مجلس علمي صحفي في كل بلاد، صحيح المجتمع الصحفي ثم خطوط عندهم، ثم أهداف للارتقاء بالشعب التونسي وبتونس وبتونس. أنا كي نشوف تجي أنت في مظاهرة وتجي تسمع لي خمسة ستة ولا في إضراب ولا في اعتصام وباللي تحب عليهم أنت، يا شنو يقولوا؟ نقول علاش؟ أنا نشوف في نشرات في تي اف اف فرانس دو في 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 الريون وفي كذا كيفاش معناها في مظاهره ولا في احداث ما نقولكش ما تعديش، ولكن نسمع هذا وهذا نمشي على روحي ابوسي تو. انا تحس كون الاعلام موجه ياسر ياسر الى سيس سيرتو في الامور شير اخي اخي، الناس الكل تو يتكلم على الدوله تسمى خايفه ولا نهضاوي، لا مش معقول ماهوش معقول. انا حر تحترمه بالسيف عليك، فهمتي؟ مش انا خلينا نقول لك في الحق تجي تقول لي انت نهضاوي ولا انت كذا، لا مش نهضاوي ولا مش كذا. أمانة كنت فرحان نهار اللي مشيت انتخبت وتو بتصورش بالك خمسة أصباح عمري 65 عام عمري ما انتخبت، ولكن كنت فرحان وأنا ندور ونسلم على بعضنا عيد عنا، علاش؟ خاطر عارفك الصوت متاعي نهار مش يوصل بحق
نهارتها نعرف شكون باش نختار، نحب نختار في هذا وتوا في الانتخابات الجديده بالطبيعه مش نمشي، ما عادش تنقطع العمليه لا لي شيء. واجب 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 لان الشباب نتاع تونس عازز بيا برشا، لانه شباب ضيعوه فهمت، ما ربوهوش على مبادئ صحيحه، المبادئ الاسلاميه نتاعنا اللي ربتني عليها امي ورباني عليها ابويا. الشاب هذاك الشاب صحيح، مش الشاب اللي نحكيوا عليه، الشاب اللي قام بالثوره شنو يحب، شنو هي مطالبه الشاب. الشاب انا نصور كان 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 تحقق له حتى 10% ولا 20% من المطالب نتاعو نتصور يرتاح نفسانيا، خاطر الشاب مش طالب مانيش فاهم انا بلاصات ولا في نهار وليله، هذه احنا الشعب التونسي شعب مثقف، راه شعب مثقف وشعب واعي ويعرف شو يقول، ما طلبش هو ما قالش غدوه صباح والله العظيم انا لازمني نعمل 50 دار، غدوه صباح لازمني نخلص شهريه نتاع مليون، لا ما حشتناش مليون وما حشتناش، حشتنا بشهريه معقوله، شهريه تزلزل الشاب هذاك، شهريه معناها تخليه يطمح كونه يغزم معناها كونه يحلم حتى 50% باش يعمل عائله صغيره باش يتفرهد باش يحلم كيما برشا عباد، يحلم كيما الطبقات الاخرى. تحكي على التشغيل، انت صبيه الشاب التونسي لا يحبش يمشي يخدم 100 عام، لا يحبش يروح من دوك، لا يمشي يجيبوا من مالي ويجيبوا معاش منين ومنين ومنين. شد يدك وبعد طلقه. شبيني انا خدمت، شبيني انا تمرمت، خدمت المرم، خدمت الدين، خدمت الجبس، خدمت في الكمين، خدمت كل شيء وصبرت نورمال. عندي بنيه نبني فيها، مشيت للقهوه وقلت خلينا نهز خدامه. يسالوا فيا شيء الخدمه. يسال فيا شو اللي مش تخدمني ومش توكلني ولا يا سيدي مش نوكلك. ومش نخدمك، مش دخل لي رمل، مش طلع لي رمل السطاع، تقول لي لا ما نجمشي. لا الشاب التونسي ما هو كيما نقول كيما ثم الشاب التونسي، كيما ثم الشاب التونسي يخدم وكل شيء ويحب معناتها ويصبر وكل شيء وربي ينوب عليه، كيما ثم الشاب التونسي يحب يقعد في الدار، خويا يحب باكو ميريت وباكو مالبورو وهم تمد له 10,000 و5,000 ويستحليها، خدمة النهار ما فيها عيب. يا ودي قداش نهارك؟ نهاري 20,000. نهارك 20,000؟ قلت له أنا ما نصوروش 20,000. خلينا نصور في 20 دينار. أخي أنا توهني متقاعد نصور في 20 دينار بالسيفي بالكاد دخلت فهمت. أما ناس يحبوا ياخذوها هناني بناني، ما تجيش الدنيا هناني بناني، راه لابد من العمل لابد. حق الشغل هو واجب على الدولة، لكن أنت الحكومة هذه الانتقالية قديش عندها فترة باش نجم تعمل هذا الكل؟ اسكو ترى أنت تبطل الكل باش نجم تخدمهم في ظرف وجيز؟ سكي امبوسيبل. حتى في البلدان الاوروبيه فما دي شومور. زميلي تقبل في كونكور بعد 8 سنين، 8 سنين معناها من البطاله نتاعو، هذه اول حاجه. وكي تقبل في الكونكور ماهوش هذا حقه، هذا حق عند لكل مواطن تونسي، الحق في العمل لكل مواطن تونسي، فما حق في العمل، هذا حق لازمهم يحطوه في الدستور، وهذا حق التونسي في العمل. الدوله راهي ما تنجمش تقدم لك عبيد الكل بطاله، مستحيلات السبعه، مستحيلات السبعه. اما اذا نشوف انا اصحابي اللي بطاله وتستحق والسكور وصلوا، واللي معناتها ما عنده حتى اعتراض على المناظره وكلها صارت بشفافيه، انا ساتيسفي، انا وغيري. تصور انت معناها شاب تونسي معناها عدى بعد الباك 4 سنين 5 سنين 6 سنين وما يخدمش، يقعد 6 ولا 7 سنين اخرى بطال. هذه دراسه لازم تعمل، هذه فما برشا حاجات راه مش هكاك وبرا. انا عندي 3 متخرجين ولا واحد فيهم يخدم، وعمري ولا فكرت باش يخدم. لو في يوم الحق تاب والسكوت سكن البيوت وتبدلت كل الحقايق والحلم قايل السكوت، والجاي ايه ما نعرفوش، ما تخافوش مهما كان الليل طويل والبرد عشش في الضلوع واختفت منا المشاعر، كل شيء صحى الدموع والحب حلم ما بين طلوع.